مرحبا، اهلين يا هلا، كيف الحال؟ الحمد لله. ممكن تعرفي لنا نفسك كمشاركة بسوبر ستار او مش مشاركة من المسؤولات في برنامج؟ لا انا مش مشاركة في سوبر ستار. نعم. انا عضوة ادارة في المؤسسة نفسها، وانا اللي بنسق بين البرنامج والاهالي والمشتركين. طبعا يعني انت بتدعي الاهالي ولا كيف يعني؟ مش انا بدعي الاهالي بين الحلقة والحلقة، انا بحكي معهم، بشوف شو بدهم يغنوا، ايش متطلباتهم من الحلقات الجاية وهيك. شفت مشاركين العديد من الفتيات، هل يعني هذا أمر مميز هاي المرة ولا دائما كان يكون هيك؟ كان في، بس فعلا زي ما أنت عم تحكي السنة هاي هو أمر مميز، لأنه في كثير مشتركين من البنات، وهذا بيعني كثير إشي، وخاصة بالنسبة إلي كفتاة إنه في صار تشجيع للفتاة، بطل في كبت للفتاة زي ما كان زمان، بالعكس الإشي كثير عم تتطور، والبنات صار إلى رأي وصار إلى صوت وبدنا نسمع. بس بالإضافة إلى رأي البنات كمان الأهالي، هل لهم دور؟ أنا شايف مرافقين الأهالي معهم بشكل يعني واضح ومشجعين. طبعا طبعا الأهالي كثير لهم هدف وتشجيع للأولاد، ولأن الأهالي الأولاد أصلا ما وصلوا لهون. يعني أنت بتقول الأهالي شجعوا هذا المجال؟ طبعا لازم يشجعوا هذا المجال، لأنه هذا المجال هو مجال فني وكثير هادف، وفي له عبرة ويمكن يوصل إشي من خلال أغنية. شو رأيك بالتدريبات كيف كانت؟ أنتوا عندكم المرحلة، وأنت اللقاء الأخير؟ اللقاء الأخير رح يكون يوم السبت القريب. يوم السبت. والتدريب الأخير هو اليوم. فإله هدف كبير كمان. طيب كان هناك مشاكل يعني على سبيل المثال شعرت بمشاكل مع الأهالي مع المتدربين المتدربات؟ مشاكل لا. ما كان في مشاكل معي يعني، بالعكس الأهالي كثير مشجعين وكثير بيشجعوا حتى أبناء اللي هن مش أبنائهم يعني. مشتركين غير الأبناء تبعهم. وهذا بدي أسأله أنا، بالنسبة لفعلا لاحظت في المهرجانات إنه فعلا كل المتدربين كان كل واحد منهم يشجع البقية، يعني كلهم يشجعوا لما يطلع حدا يغنوا في المهرجان السابق مثلا في حرفيش أو في المباراة. مزبوط، كعينا روح كيف بيقولوا روح رياضية كثير حلوة، والأهالي عن جد يعني الأهالي والمشتركين نفسهم في عندهم حب لبعضهم، الاشي كان كثير كثير مميز وكثير حبينا الاشي يعني. هاي السنة كان اشي رائع. طيب اذا بدك تقولي كلمة اخيرة هيك بوضوح للاهالي للناس للفتيات للمشتركين في المهرجانات، شو ممكن تقولي؟ شو انت مثلا رايك؟ انت مسرورة؟ انت مبسوطة بعملك؟ طبعا اكيد انا مسرورة في عملي، وانا من داعمة الفتيات. بما انك سألتني كثير عن الفتيات، انا من داعمة الفتيات، وانا بحب الفتيات يتقدموا ويتطوروا. وللمشتركين بدي أقول لهم جميعا إنه بالنجاح، وحتى لو ما أخذتوا اللقب فأنتوا مجرد وصولكم لهون هذا هو لقب بحد ذاته، وحتى لو ما أخذتوش اللقب النهائي كسوبر ستار. يعني تعتقدي إنه استفادوا؟ أكيد طبعا. يعني بدي يكون في اثنين سوبر ستار من فئة الصغار وفئة الكبار، بس بقية المتدربين يعني شو؟ طبعا أول إشي هي تجربة بالنسبة لهم، والوقوف على المسرح نفسه هو تجربة اللي راح يخذوها للمستقبل ويبلشوا من هون. هاي هي البداية تبعتهم، هذا مش نهاية، بالعكس هون بدوا وراح يتطوروا ويكملوا من هون للمستقبل إن شاء الله، بدهم يوصلوا لأبعد الحدود. الشاب رنين سويد من بيجان مشكورة، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم كمان. يا هلا.